راندا راندا بص 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 شوفي بص شوفي بدك تسمعها عم تدرس مع بدي تنقطع سلسله افكارها دخيلك على اساس عندها افكار وراح تنقطع وين باقي الفيلا حبستهم بغرفه حطيتهم تحت الاقامه الجبريه لبنتي عندما تبعد كم يوم مو لعبه كثير متفائله انت يا بلا هالمزح وكان عندك اليوم ست حصص ليش جاي بكي لغوا الدوام اليوم ليه قال عم بيعملوا دورة إعادة تأهيل الأساتذة اليوم بلشوا معنا أول يوم حضرت وإجيت تأهيل بشو؟ بكيفية التعامل مع الأمراض النفسية الناتجة عن الأزمة مع الجيل الجديد منيح ليكا بنتك نورما عندك مخزن للأمراض النفسية والعلاج فيك تستفيد منها؟ بدي أسألها بعدين الأستاذ أعطانا وظيفة بدي أكتبها وظيفة؟ هل بعد الكبرة شبي حمراء؟ طول عمره الإنسان بيضل بيتعلم لكرندا بتعرفي بهالدورة اكتشفت قديش في أمراض جديدة طلعت مع هالجيل هذا من وراء الأزمة مو بس هيك لك في أمراض منقرضة من 100 سنة هلأ طلعت ليش الشغلات اللي عم تصير معهم واللي عم يشوفوها ولا يسمعوا عنا قليلة كل واحد خايف على حاله خايف على أولاده ثلاث أرباع الناس صارت برات البلد لك أختي مثلا حملت حالها هي وجوزها أولادها وراح على بيرو بالله والناس اللي ضلت هون مو خايفة على أولادها لكن الناس اللي ساكنة بتولعة وين الخزان جوا 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 ما معها قدرة تسافر أولادها لدمر بدك تاخذيهم على بيروت ليش نحن شو ناقصنا حتى ما نسافر خلينا نأمن على حالنا وأولادنا من هاي الأمراض النفسية اللي أنت عم تحكي عنها مو ناقصنا شيء بالوقت الحاضر أنا ناقصني فوت أكتب وظيفتي لأنه يمكن يطلبوا ولي أمري الله يعطينا خير الطحن شو بقى تفضل رندا شو في بابا مات مات يا بابا ما عاد اجي مين اللي مات بابا الا كان يزن مارق من هون بالصدفه قام سالته عنه وقال لي انه مات ماما الله يرحمه بس مين هو اللي مات؟ قلي لي لك ليش ما عاد خبرني ليش ما عاد قلي انه مات؟ ماما مين اللي مات؟ تصوري يا ماما تصوري انه هو كان واقف على المنبر وعم بلقي قصيدة وبنتمش فجأة مدري شو صار له تعب بس هو اصر انه يكفي وبعد ما خلص رد علي ايه بابا إيه مين هاللي مات حتى اختك عم تبكي عليه مين مات ما بعرف انت قايل لها ليكون خالك سعيد دخيلك اذا خالك سعيد لبوسك من بين عيونك خالي سعيد مات كمان ما بتعرف ركز معي يخرب بيت قلبك قبل شوي كنت بالكريدور اختك سالتك عن واحد قلت لها مات مشان هيك عم تولوي مين وهالت نزار اباني بابا رحمة الله عليك يا نزار الله يرحمه الله يرحمه أنا دمشقي ولو جرحت بولي جسدي لسال منه على قيده وتفاحه يتضرب بالوجه صار له 30 سنة متوفي هلا لذكرت أنت وأختك بابا أنا شو بعرفني أنا ما بعرف غير بالكمبيوتر اشتغل يعدمني ياكم لك اشتهيت خمس دقايق بس مخكم يفتح بهالنهار ما في غير اختك نورما هي الوحيدة راكزة وبتفهم كيفك بابا؟ شو عم تسوي بابا؟ عاملة تجربة ايه الله يعطيك العافية تجربة شو؟ عم شوف الواحد قديه بده وقت وهو عم يطلع بالمراية ليحفظ شكله فرويد ايه بابا هلا اذا سالتك كم شام بوشك بتعرف تجاوب والله ما عارف ما عديتهم بابا ها شفت لازم تعرف نفسك اكثر من هيك تعال صفحتي لك وين صفحتك شو عزميتني على الدبكه انت بابا عن جد عم بحكي وانا عن جد عم بحكي فلي هيك على المرايه بقى خيلتيني بخربط لك وشك ها لك انا بابا اشتهيت مره بس تحسسوني وانا ماني اكل مقلب فيكم انت واخواتك بابا ماني فاضي لمحاضراتك نوب والله مو محاضرة بدي اطلب منك طلب صغير
قديش قدو يعني؟ هلقل قولي بابا رفقاتنا بكرة بدنا يروحوا على باب توما وأنا ويزن حابين نروح معهم. إيه خلص بابا هي ما بدها سؤال، لازم تروحوا تغيروا جو. إيه بس المشوار صار يكلف 5000. شو؟ ليش 5000؟ بابا دوبا ينكفوا حق سندويشتين وعلبتين كولا. لحمة هيك سارة الدنيا؟ لك بابا والله كنت روح أنا ورفقاتي نتغدى بباب توما ونشرب أرجيلة ب500 ورقة. شفت بابا؟ شفت وين كنا وين صرنا؟ شفت بابا شفت، ما أنتوا جيل الأزمة وعلى إيدكم رح نشوف أيام سودة. يعني هلأ شو؟ خلاص قلتلكم روحوا لازم تغيروا جو بابا. طلعني زهر أباني. شايفة؟ رحمة الله عليه. باي بحياتك حبيبي. دي مصاري. عم نعزيكي هلا. إن شاء الله نعمل لك. 15000 حبيبي. صفيو 10. ليش 10؟ قلت لي معك 15000. وعدت بنتك نورما هلا مشان تاخذ 5000 بدها تطلع هي واخوها بكره مع رفقاتهم على باب توما. وانا شو بدي اعمل بالعزيمه تبعي؟ هاي المصاري كيف بدها تكفيني؟ رندا خلص بقى. عيب عليكي، الاولاد صار لهم شهر من الجامعه للبيت ومن البيت للجامعه. ما تهنوا بيوم بهالازمه. بعدين اتفقت انا وياكي انه قد ما بنقدر نحسسهم انه في فسحه امل يعيشوا فيها. فسحة شو؟ أمل. بلاها سيرتك، بلاها سيرتك، أختك بتنكرزني. يخرب بيت قلبي، وين جبت سيرة أختي؟ عم بقول لك فسحة أمل. طيب أعطيهم 5000 وهذا 10000 الباقياني. وأنا شو بدي أبقى معي؟ معقولة أستاذ قومية طويل عريض، روح اعزم رفقاتي على كاس الشاي أضرب إيدي على جيبتي، ما لاقي شيء. الو الو ما عم اسمع. الو الو لك ردوا. الو مين اتصل؟ ما بعرف، شكله شي حدا مخربط بالرقم. تا 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 شو كنت عم تخترق جوا؟ كنت عم بخترق موقع ناسا بابا، هذا تبع الفضاء الامريكي. قام كمشوني وبعثوا لي رساله، قالوا لي انت من وين؟ قلت لهم انا من سوريا. عم بعثوا لي ها 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 اخترق حبيبي اخترق. شايف بابا شايف كيف عم يستهزوا بقدراتنا؟ عجبك فوق ما العالم عم تشمت فينا؟ لا هلا خلاهم يضحكوا علينا اكثر. هادي حبيبي مو طالع لحدا غريب. ايه مظبوط. قالوا له الحمار. مين ابوك؟ قال له الحصان خالي. مين قصدك؟ سعيد سعيد. ما في شي مضايقك غير سعيد. الله عليك. ليك يا رندا ليك. في اصعب من هيك؟ هي غير الأمراض النفسية اللي حكيت عنها من شوي. مايك ها لا تروحي لبيت ليكم، في ثلاث نماذج عنا بتهد هد. الحمد لله على كل شيء حبيبي. أنا عندي شوية شغل بالمطبخ بدي أعمله عن إذنك. يا لطيف يا لطيف. على الرغم من هذه المحاولات الخجولة فإن معاناة النزوح تبقى السبب الضارع على هذا المخيم. أزمة ورا أزمة، أزمة شغل، أزمة معيشة، أزمة دراسة، أزمة أخلاق. كنت
عم بحفظ قصيدة جاءت شيرين يا حبيبة عمري، مدري شو كفايتها. أيوة لنزار قباني. ولي منى هلا تذكرت، ليش ما قلتي لي انه نزار قباني مات؟ انا هلا لدريت. بتعرفي كثير زعلت. اي والله الله يرحمه. عن جد رح تجوا لعنا؟ ايه كثير كثير منيح، نتسلى وبندرس. حاكم انا كثير صاير عم بضيق خلقي وهيك مالي. ايه لا تطولوا. طيب باي. شو بابا؟ مع مين عم تحكي؟ هي منى بنت عمتي بابا. شو هالحكي؟ لك صايبك لورا مثل حكايتك هي. بتعرفي؟ أنا بهالفترة انشلشت وما عم بطمن عليهم. لازم هلا أروح أتصل فيهم. لا لا بابا ما في داعي، هلا مسافة الطريق وجايين لعنا. والله؟ مين قال لي؟ منى. إيه صح صح، وقال عمتي عم بدق لكم على الأرضي لتخبركم إنها جاية، ردت عليها ماما بس الظاهر ما سمعتها منيح وعم بدق لك على موبايلك ما عم بترد. صحيح ليش ما عم بترد؟ ما بعرف، ما رننتي. دقيلي بابا دقيلي. لشو؟ دقلك؟ ايه لحظة لشوف إذا مسيفة رقمك ولا راح. يا حبيبي لأنه صار عندي كتير أرقام فحذفت الأسماء المو ضرورية. ايه صايلها معك، أبوك ما في ضرورة إنك تدقيله. ها حظك حلو. يلا دقيلي. لقيته. دقيلي. شو؟ عم دقلك بابا. ما عم بيرن. ما عم بيرن. لا تسافري بابا. ها شفتي لي موبايلي شي؟ لا. فوتي بابا فوتي. تري ما شفتيه؟ ما لا. التليفون الارضي لما دق ما عرفتي مين؟ ها لا والله ابدا. وهذا شو؟ هذا هذا يا مرن. ليش حاطه بجيبتي؟ يخرب بيت قلبك. ليك يا شو مكتوب؟ رجيني سلمى. طبعا بنتي سلمى، انا وياها كشفناكي. سكري بابا سكري. ليك حسبناها مخابره هلا. لك مو عيب عليكي انت، لك اختي بتتصل ما تردي عليها. اختي ساكنة بمنطقة مكركبة، ما بتقلي لها شو بدك؟ يا عيب الشو. ها؟ ليك هي امولة. الو اهلين امولة. ايه لا لا هي المتخلفة. يا ربي والله كثير صعبين، ما عم بفهم شيء. شو هذا؟ على اي بحر هي كانت؟ سلمى حبيبتي شو عم تعملي؟ شو شايفتيني عم بعمل؟ عم بدرس بس ما عم بفهم شيء. حذري شو هلا انا بساعدك. ساعديني؟ ايه بساعدك، بس أول شي بدي أسألك سؤال. شو هو؟ ايه انتي سمعاني شي بالفوبيا؟ ايه مو هي مثل فيلم الرعب اللي بيكون واحد بيرتعب منها كتير وبعدين. برافو عليكي، هي هي، اسمعي لقلك. ايه يا أمولة، لك شو هالحكي هذا؟ لك يا حبيبتي البيت بيتكم، قوموا تعالوا. هلا في فرق بين منى وسلمى؟ يلا يلا عم نستناكم. أعوذ بالله شو تضايق منك؟ انتي بتعرفي قديش بتحبك رندا. يلا حبيبتي يلا معكم. شو بكي؟ انت كيف تعزم اختك لهون بدون ما تستشيرني؟ استشيرك؟ بهيك شغله بدي استشيرك؟ شو انا ما بمون اعزم اختي؟ لا مو هيك قصدي. طبعا انت حبيبي بتمون، بس لما تكون جاي لعنا زياره مو جاي تعمل اقامه هون هي وبنتها. وانت لما جاء اخوك لعندك وبلط عنه هون هذا الحصان هو وعيلته، حكيت شي انا؟ اذا بتريد لا تقلدني. تاني شي لا تقارن بين جيد اخي وجيد اختك. اخي طلع من بيته نازح وما عنده مكان تاني يروح عليه، بس اختك جاي تعمل زيارات. يلا 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 ولا حرف. امل بنتها عندها بكالوريا، هنيك في عنده نقواص، اذا اجت ريحت كم يوم ودرست شو بصير؟ عليكي إذا بتحكي جملة مفيدة. بدي أفهم العالم كيف بتفهم عليكي. أنتي كيف بتفهمي على حالك؟ حبيبتي أنا كنت عم بعمل لك مقدمة قبل ما جاوبك على سؤالك. صحيح شو كان السؤال؟ يا زان. أهلين أختي.
شو مخبي؟ شو مخبي؟ شو؟ شو؟ شو ماني مخبي؟ طيب بدي اسألك سؤال. ولي شو بدك تسأليني؟ انت سمعان بشي اسمه الفوبيا؟ فوبيا؟ ايه لكان سمعان. فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا الأماكن المرتفعة، فوبيا الفزلكة عند الصباح. برافو عليك، ليكك فهمان. انت عندك فوبيا من شي؟ لا أنا ما عندي فوبيا من شي. يعني ما في شي هيك بتخاف منه بيعمل لك رعب؟ هلأ بهي اللحظة؟ بلا، بس ما بتقولي لحدا؟ أكيد؟ أكتر شي بخاف منه هلأ إنه أبوكي يعرف إني فاكك هاي القطعة من الميكروويف وبدي إياها للاختراع اللي عم بشتغل عليه. الله لا يوفقك، فاكك الميكروويف؟ لك مو الميكروويف يا صاحبي، عم تخبي مثل سنه. لا ليك فسادة أنت، فسادة. بابا مستحيل ضل بهذا البيت، يا بدي ياسر يا بدي جن، مستحيل. ليش بقى؟ من ورا اخواتي الاذكياء. لا انت الذكيه وانت الفهمانه، انت اللي لازم تمتصيهم. شو عملوا معي؟ عندي حلقه بحث عن الفوبيا. يا لطيف سمعتي، فوبيا هذا الذكاء، هي الفهمانه، هي اللي طالعه للبابا. حبيبتي انت بشو زعجنك اخواتك؟ امي عم بسالهم عن احساسهم اذا كانوا واقفين على سطح بنايه او عم يتحمموا. مستحيل ولا جواب بينفهم، هسترت. رندا انا مبدئيا بسحب كلامي حول الذكاء. روحي بابا، روحي روحي بعدين تعالي، لانه بدك تكتبي معي وظيفه وتساعديني فيها. وظيفه شو بابا؟ لك وظيفه كلفوني فيها الاساسي لازم اخذها بكره عن الطب النفسي، شغله هيك لها علاقه يعني هبل على شنان مثل حكايتك. شرفي. رنوش حبيبتي، إذا سمحت لا تحكي معي. لك أنت شو مضايقك بجاية أختي لهون؟ لك على الأقل وجود بنتها منى، هي الذكية والعبقرية، ممكن يغير الوضع شوي هون، ممكن أولادك يفتح مخهم يتطوروا. بغض النظر عن غلاظتها، هي شيء وبنت شيء تاني. ما اختلفنا، انت كنت معتبره البنت فلتة وذكية، تقبلي انه تدرس بهيك منطقة مكركبة؟ يلا يلا حبيبتي، يلا يلا بتسمي انه انت رضيانة. ما بدك تبتسمي؟ ما بدك تبتسمي؟ طب رح عدلك، انا رح اقول 1 2 3 يمكن تبتسمي، هلا 4 5 6 يمكن لا، هلا 7 8 9 يمكن تحركيها، بس على 11 12 ما في مجال. خلص دخيلك انت، دخيلك. ايه انت تضحك علي بكلمتين، ولد صغير لاني. حبيبة قلبي وينك رندا؟ بنت مثل هاي اللي انت رأيك فيها هيك لازم دولة تهتم فيها، هاي ثروة وطنية. مزبوط، للأمانة أنا بعمري ما شفت أزكى منها لمنى، بس سختك خلصة. خلص كرمال هالبنت رح اتحمل واسكت. بلكي وجود هالبنت بيعمل نفطة بالبيت، والله عم بحكي جد، يمكن نفيق لاقيهم غير ناس نحو الافضل طبعا. ليك جهاد، انا الشيء اللي بيهمني كتير انه بوجود اختك عنا بالبيت ما يتغير شيء على الاولاد ولا ينقصهم شيء. ولا يهمك حبيبتي، ولا يهمك. بتعرفي رندا، انا بحس اني عملت انجاز كبير رغم كل الصعوبات، رغم كل الظروف، من الرواتب للأسعار، مو بس أنا وأنت قدرنا نعمل جو هيك إنه نقدر نعيش أولادنا بحالة شبه مثالية. بدي أقول لك شيء، أنا بحبك كتير. يس. يس. انت برا. وين برا بابا؟ ليتني هون. مخك مخك برا. ايه شو عمي؟ ركز معي. حاضر. ما عندي وقت ضيعه؟ حاضر. سجل. باختصار. ايه. الازمة حولت احلامنا من احلام كبيرة لاحلام بسيطة. فدخلنا باليوم المعاش. وين دخلنا؟ باليوم المعاش. يوم المعاش. شو كان حلمك قبل الازمة؟ شو كان حلمي قبل الازمة؟ انا عم بسألك شو كان حلمك قبل الازمة؟ والله ما بعرف. كان حلمك تعمل شي عمل مهم.
صحيح يسجل اسمك واسم بلدك بالتاريخ. لك ايه؟ صح؟ ايه؟ هلا شو حلمك؟ شو حلمي؟ انا عم بسألك شو حلمك بالازمة؟ والله ما بعرف. تروح على الكازية تلاقي مازو. لك مزبوط. ما تقطع الكهرباء بالليل. لك مزبوط. تيجي المي كل يوم. مزبوط. بديهيات الحياة تحولت لأحلام. لك مزبوط. شو بك بابا؟ والله ما بعرف، مشغول يمكن، قطعت الكهرباء طولت. شو فهمت علي؟ ايه بابا عن جد عم بسألك فهمت علي؟ لك فهمنا بقى، ابوكي انا لسه بتقلي فهمت علي، عيب عليكي، بعدين انا اساس قومية مو جاي من الشارع. اسفة بابا مو قصدي. بس تعرفي السلام عليكي، احيانا انت بتحكي كلام ما شاء الله عليكي كبير كثير، واحيانا بتحكي كلام بلا طعمة، انت ذات نفسك مانك فاهمة شو عم تقولي. والكلام يلي حكيته هلا من انو نوع؟ لا هلا وين؟ كلام فاضي ومصدي. لك بابا حبيبي قلبي انت، انا طلبت منك بس موضوع لاكتبه كوظيفه عن مرض نفسي واحد عشان بكره قدام الاساتذه بين انه فهمان. طرقتي لي محاضره عن تاريخ الطب النفسي، قومي. بابا بهي المحاضره بالذات حكيت لك عن كذا مرض نفسي. ما بدي، قومي. ايش بك معصب؟ لك قومي، لك ايدك، قومي من هون، قومي. ما شاء الله اجت القوه وهلت الانوار. لك امل حياتي انت. بلاها سيرة امل. طيب منى حياتي بنتها لامل. دخيله يا امر. ايه حبيبي الشاطر خلص درسه الخصوصي؟ مسخري لك مسخري. اساسا انا ما بحس حالي غبي الا قدام اولادك. اساسا اولادك على نكشه بجنوا. على نكشه؟ هن في وزن براسهم وطاقوا، بس الحمد لله الاثار الجانبيه كانه دريت خفيفه. بلا مسخره جهات. في وضع كتير خطير جوا. بنتك سلمى فوت لها كاسه شاي وشويه كعك، قلت لها طمنيني ماما امورك منيحه. قالت لي والله يا امي كاني حاسه ذاكرتي صايره ضعيفه شوي. قلت لها لاي درجه صايره ذاكرتك ضعيفه؟ قالت لي ماما شويه الذاكره ضعيفه. شي لازمه. هلا بلشت ازمتي. مرحبا اخي. امولي ميت اهلين. تقبر قلبي. اهلين اهلين اخي. دخيلك يا حنون انت. نور البيت بوجودك اخي. منى حبيبتي. اوعك اوعك تمد ايدك. خير؟ انا اسفه خالو ما في يسلم عليك لحتى غسل. حكم اليوم طول النهار على تماس مباشر بالميكروبات. تماس شو؟ انت على الشنطاية يا اخي وجوا بشرح لك. ايه حاضر. انا النتيع. انا النتيع. اهلين امولة. اهلين حبيبتي. طمنيني كيف الوضع عندكم؟ والله مو منيح يا مرت اخي. الله وكيلكم، لا بالليل ولا بالنهار مننام الا على صوت الخبط كل الوقت. ومثل ما بتعرفوا منى بنتي بكالوريا، قلت شو بدي ساوي فيها؟ لازم تدرس البنت. قلت مالي غير بيت اخي جهاد الحنون اني جيبها وتجي تدرس عندكم. اهلا وميت سهله. تقبري قلبي ان شاء الله. لا يا امولة، هذا البيت بيتك. يا حبيب قلبي يا حنون انت. بعدين منى بس تدرس معها وتفتح لنا مخها شوي. صحيح عمتي وينها منى؟ ما شفتها، ما اجت معي؟ يوم. يخرب بيت قلبك، لك سالتي عنها 100 مره وقلنا لك عم تحمى. وانت شو عم تسوي؟ اه بابا شو عم تساوي؟ ما عم ساوي شيء اسف. اود باحترام قدام عمتها. ايه طبعا. شي اهلين عمتو. اهلين حبيبي. حبيبي بنت اختك صار لها صاحب الحمى. لك ايه ليكون عم تتسبق. انا ما تصرف مي مشان الخزان الله يوفقك. خلص خلص عيب، هلا وصلوا لسه. اهلين امل. عمتو عمتو قال منى بدها الشامبو والصابون تبعها لانه الشامبو والصابون تبعنا نسبة سلفات الصوديوم فيه متدنية. الله لا يعطيني العافية على هالنسوة، نسيت لها الشامبو والصابونة تبعها. ما في مشكلة يا اختي، عنا شامبو وعنا الصابون من كل الانواع، خليها تختار منه روحي. ما بيمشي الحال اخي، ما بيمشي الحال، لازم الصابونة والشامبو تبعها لان عندها فوبيا. هي العينة اجت لعندي بالوقت المناسب. يخرب بيتي. بدك ضروري تحكي لها انت. هلا بنتك رح تصير فار تجاري. شو بابا؟ سكتي. يخرب بيت قلبك قوم ولا. قوم جيب شامبو لبنت عمتك. يلا قوم اكتبي لها اسم. ما بدي اعذبكم اخي. خلاص خليك تكتبي الاسم. اكتبي الاسم. هي منى حبيبة جهاد بنت امل. كانوا مصاريف كله شامبو وصابون. بدي نضلوا عندك ارغي.
هذا اسمه عمتي. ايه عمتي. لك والله يا اختي منى ما كانت هيك. شو اللي صار معها حتى مرضت بهذا الوسواس القهري تبع النظافه؟ ليش ما حكيت لك ولك اخي؟ يا علي ان شاء الله يا علي، هاي رفيقتها اللي قاعده معها بنفس المقعد ماتت بسبب مرض بتفشي عندهم بالمنطقه اللي نزحوا منها جراثيم وما جراثيم. يبعث لهم حمى، يبعث لهم حمى، ان شاء الله بينترموا ترم ترم هدول اللي كانوا السبب. ومن يومها وهي على هالحاله. انا الحساب لها. اهلين. قبل ما تطلع لبرا، هلا اذا طلعت فيهم لبرا رح تجيب كل الميكروبات وما رح نكون استفدنا شيء. خالو هدول الاكياس بس جوات البيت، اذا طلعت فيهم لبرا بدي ارجع عيد تعقيم كل البيت. دخيلك خالو وين تعيد التعقيم؟ صار البيت ريحته مثل المستشفى. خالو خالو ما بدك تاخذ اكياس للضيف مشان اذا فات؟ صح. اوكي جينا جينا. مرحبا. والله البسي 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 على عيونك. لك البسي. صابك شعراء؟ ايه على عينك ليش؟ قلي قلي اوام قلي. لك انت بير غبيب ما بتقول هلا رندم. لا أنا حالة صحية بس برجليكي. شو هي حالة صحية؟ يعني مثل تبع التلفزيون هي الحجر الصحي؟ ايه هيك شيء هيك شيء. شو عم تحكي؟ والله البسي. ليكون عنكم شات الخنازير. خنزير يا زلطك هلا يا البسي هون يا روحي لا تسأليني. لا برو. جارنا بدي أقول لك بسم الله بعد إيدك أختك عنكم بالبيت. ايه فهمت عليكي. أختي جاي زيارة، لا رح تسكن عندنا ولا رح تسكنها بالملحق ولا رح ألحشكم. لا. الله معي. طمنتني. رجع على مستشفى المجانين تبعها. بيت قلبي. هاي خلص الصالون أنسة منى، في أي ملاحظات؟ طبعاً صار دور غرفتك، فوت نظفها. غرفتي؟ لا، أنا متعود على الجراثيم، عشرة عمر أنا وياهم، طلعي فيني، أنا بحد ذاتي جرثومة. وأنا كمان ربيانة بين الجراثيم، إذا ما كانوا عم بينقلوا بيناتي نقل وعم بينطوا نطوتها بمرض. يلا كل واحد على شغله قوموا، قوموا. أطفالي، حاولوا يجوا. قومي بابا قومي. لوين رايحين؟ على المسبح. يلا. أهلين أبا. أهلين أخي. بنتك شاردي. كأنه مو هي، كأنك مبدلتيها، شو صاير له؟ آه يا أخي يا علي إن شاء الله، الله وكيلك من لما شافت ابن الجيران وهي بهالحالة. حبت ابن الجيران؟ يا ريت يا ريت الله يسمع منك يا أخي، شافته عم يتصاوب قدامها، الله لا يوفقهم اللي كانوا السبب إن شاء الله بينتترون ترن ترن. يا لطيف، وهذا الشيء ما أثر على دراستها؟ شلون ما أثروا لك أخي؟ السنة يا دوب بتنجح شحط. الله أكبر. شوفي أمي. ليكون بدنا نرجع نعقم الصالون، والله بطفش أنا ها. رندا وجع وجع.
بغض النظر عن الإجرام اللي أجرمته فينا هون، البنت وضعها بيأسي وبزعل. أنا وأبوكم كنا متفقين إنه هي بس تجي. متفقين إنه هي بس تجي بتساعدكم مشان تدرسوا، تحفزكم، تهذب لكم نفسياتكم، تفتح لكم مخاخكم، تبعت المعترة بدها يساعدها مخها مونا أيان. بدي تساعدوها. أمي أنا كنت متوقعة لمونا إنه تصير شغلة مهمة، بس يعني أهم شغلة عملتها من وقت ما إجت لعنا إنه شغلتنا لفيها. شكرا يا الله. الحمد لله يا رب. أول مرة بعمري أنتوا بتفهموا علي. أنا بحبك كثير. يعني ماما أنا هلا ما فهمت، أنتِ شو بدك بالضبط؟ ارحميني دقيقتين بس، خلي الفرحة تمري. اللي بدي إياه إنه أنتِ تحديداً بتروحي بتدرسي، ما بتعملي أي شيء، بتركزي بدرسك، ما بدي أسمع صوتك ولا نفسك ولا أشوف خلقتك. روح من خلقتي، بدي نام. يلا. خدي الخوذة تبعك. يلا. شلي لي خوذتي. يلا أمي. بدي نام. يلا تصبحي على خير. يلا. تصبحي على خير. يلا. إن شاء الله بمشي بعزفك إلهي. الله وكيلك هذا اللي صار معنا يا أخي. أكلتها رعبة، ومن وقتها وهي بهالحالة. أخ على البلد، وين كنا وين صرنا، ولكو بإيدينا. منستاهل أخي، منستاهل. شوفي، هذا هو الجيل اللي بده يورجينا العجائب بالمستقبل. لبيبة، شو عم تعملي؟ عم بدرس بابا. عم بدرس بابا؟ الظاهر الدروس موجودة عشبين بنت عمتك؟ لا بابا، بس هي قاعدة عم تكتب وتكتب، فقلت أنا بعمل مثل بركي بستفاد. ما استفدت، فاتوا من هون طلعوا من هوني. بابا برأيك ليه ما استفدت؟ عليك العوض ومنك العوض، عليك العوض ومنك العوض يا رب. سلمى شوفي لي هذا السؤال محلول عندك شيء؟ هات شي لشوف. لا شوفي شو؟ خالو مسكت لي الدفتر بإيدها، وانت بتعرف هلا اذا مسكته بإيدها رح ينتقل كل البكتيريا على ايدي. ليش مسكتي بإيدي؟ كم بشو بدي امسكه؟ برجليك، شو ما بدك حط كفوف. هلا انا اذا طلعت هيك بصير هي شو اسمها البكتيريا اللي حكيتي عنها؟ ما بصير، لا ما بصير، بالنظر ما بصير. امسكي، شوفي لي هذا السؤال محلول ولا لا؟ شوفي شوفي. اختي انا بدي اروح نام. تصبح على خير اخي، ولو انا نعست كمان. انا رايح نام. لا تطولوا، ادرسوا وفوتوا ناموا. آخ آخ، مش عم تفكر حبيبي بمنى؟ لك شو ذنبهم الولاد يصير معهم هيك؟ لا وكنت مبسوط انه جاي لعنا، ويمكن تأثر على أولادنا بذكائها. تعرفي خايف انه في بكره الصبح لاقيهم حارين حالهم من الاكتئاب. رندا احسنين رندا. تعي وحدك ولا تجي مع حدا، وإن جيتي شوفي شوفي شوفي. شوفي مقطوع كهربا. وين بيل؟ هادي بيل. شوفي بيل. No!
خدي هيدا هيدا شوفي خلاص رندا كل شي في شواحن هاتيهم جيبي الشمع شواحن عندك اشيل الضوء من خلدي قبل ما تعملي ضويلي محل ما بدي اخده شوفي شوفي جيبي الشمع جيبي الشمع لقيطة وينك وعد امي رندا رندا امل اخي نسيت خبرك منى عندها فوبيا من العتمه شو هذا هذا اسمه بس انت ولا حرف لاما فيها مرعومه وجاي بدها تنظر شو بدنا نعمل هلا اخي لازم تضوي البيت اكثر طيب حبيبتي ما فيك تنامي هلا والصباح رباح بيطلع الضوء ما فيني خالو بدي ضوء اخي نزل لي هالضوء اخي لازم يضل في عنده ضوء لازم حدا يضل سهران جنبك كل ما انطفى ضوء يجعل ضوء تاني الله يوفقك والا والله بصير لا شيء علي حبيبه قلبي شو بتعمل هلا بابا بعد ما غلطتي ليش طفيته انت قتلت في ماما وقال قلت لك بعد عقلتي عمتي عمي يخرب بيت قلبك اختي دخيلك يعني ما فيها تنام بالعتمة والله اذا صحيت وشافت انه الكهرباء مقطوعة بتجن فوبيا ولك اخي فوبيا ما حدا بيعرف شو يعني الفوبيا تصبحوا على خير يس زوجي ان شاء الله خميس خربطة لا تتركيني لحالي قومي ان شاء الله قومي يا ربي انا نهست لك ما تحسني تستني شوي بس لتجي الكهرباء لك بس شوي يا ربي بدي تجي الكهرباء وخلص شو خالو اي خالو الشمعة انطفت خالو انطفت حاضر خالو حاضر شو هالليلة هاي الله يذكرك بالخير يا سعيد بابا وين خالو لك شعلة خالو الله يخليك حاضر يلا خالو شعلة حاضر يلا خالو منيح يلا هي هون ناحية خالو وهي وحدة تانية مشان ما تفيقوني ايه شعلة حاضر خالو ها وهي وحدة مشان بكرة ما تفيقوني ايه شعلة حاضر يعني انه هي شغلة الفوبيا تبع العتمة كانت لازمة هلا فوبيا المرتفعات مو احسن خالو انت من فوق هيك بتوقفي بتخافي وسلكي وحدي ها ضروري هيك نصير حرس عليكي كل ما انقطعت الكهرباء بدك تبهدلينا يا الله بابا بدي نام يا الله
الله لا يوفق اللي كان السبب، الله لا يوفق اللي كان السبب. لك ينصر دينك، لك ينصر دينك، ينصر دينك. اطفوا كل شيء فوتوا ناموا، يلا تصبح على خير. ينصر دينك، الله يوفقك وين ما وجهت وشك. الله لا يوفقك وين ما وجهت وشك.